بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة التسي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الدور. كنا في الحلقات السابقة في الحلقتين السابقتين اتكلمنا عن صناعة الدواجن في مصر. هل صناعة الدواجن جانية أم مجني عليه؟ استضفنا خبراء في صناعة الدواجن وعملنا مداخلات مع كل ما هو مهتم بالأمر. عملنا اتصالات تليفونية مع الدكتورة منى محرز، عملنا اتصال مع الأستاذ أحمد شيحة، عملنا اتصال مع الأستاذ خالد العمري نقيب الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية. استفدنا الموضوع من كل جانب، ولكن ولأن الشياطين تكمن في التفاصيل، لقينا أن أفضل حاجة بدل نظرية الجزر المنعزلة، كل واحد في مكان، كل واحد بيلقي التهم على التاني. صناع الدواجن بيقولوا احنا مظلومين، عندنا مشاكل كتيرة، مش لاقيين حد يسمعنا، عاوزين نقعد، عاوزين نتكلم، عاوزين نطلع بتوصيات وقرارات قابلة للتنفيذ. ومن هذا المنطلق، وعلشان نظهر الاعلام البناء وليس الاعلام الذي يهدف الى الفرقعة، اعلنا ولأول مرة من قناة الـ LTC وبرنامج الدوار وحصري اقامة مؤتمر ومعرض لصناع الدواجن في مصر تحت دعم ورعاية الأستاذ الدكتور عبد المنعم البنا والأستاذ الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الإنتاج الحيواني والسمك والدجني، وأخذنا الموافقة بإقامة المعرض في مركز البحوث الزراعية قاعة الأغذية والأعلاف الجديدة. أنا بشكر الأستاذ الدكتور عبد المنعم البنا على كريم استضافته لهذا المعرض الذي يهدف إلى جمع كل الأطراف في مكان واحد.